الحبوب اللي بتطلع في الظهر مشاكل الصيف كترت وانا بقى خلق يا دوبك. الحبوب من اكتر الحاجات اللي بتضايقني انا شخصيا واللي بتضايق معظم الشباب والبنات وبتضايقك انت اللي بتتفرجي عليا دلوقتي. بس المره دي هنتكلم عن الحبوب اللي بتطلع في الجسم او في الظهر. ايه ممكن يخلي حاجه زي كده تطلع في جسمنا؟ هلوز. اولا لما بتيجي تغسلي شعرك بتغسليه تحت الدش، انت شعرك بتغسليه مره كل اسبوع مثلا، فانت شعرك خلال الاسبوع ده بيبقى متراكم عليه أتربة وعرق وبلاوي زرقاء كتير، فانت لما بتغسليه بالأتربة والعرق بالشامبو بحبشتكناته كله بينزل على جسمك وكل ده الجسم بيمتصه، وبالتالي الجسم بيبتدي يطلع فيه حبوب كرد فعل للقرف اللي اتعرض له. الصح ان الشامبو والبلسم وحمام الكريم يتغسلوا في الحوض، اقلبي شعرك كده اهو واغسليه في الحوض. الله. اتنين، مع الحر والعرق والكلام الجميل ده ما ينفعش العرق ينشف على الجسم، وخصوصا لو انت بتتمرني او بتروحي جيم او كده. العرق لما بينشف على الجسم اولا بيعمل تراكمات وبكتيريا وميكروبات وحاجات حلوه كده بتفضل موجوده، وبالتالي هيعمل ريحه وحشه، وبالتالي الجسم هيلتهب، وخصوصا لو انت عندك حساسيه الجسم هيبتدي يحصل فيه حكه ويحمر. طبعا لازم تدشي، مش محتاجين نقول الكلام ده يعني. 3، العكل في الاكل. بجد العكل ده بيطلع على دماغك، اولا صحتك مش بتبقى كويسه، ثانيا ان الجسم بيدي رد فعل على خلقتك، يعني حبوب في الوش، حبوب في الجسم، حبوب في الظهر، وممكن الموضوع بيوصل لغمقان كمان في الجسم. العك ده بيبقى اكل من بره على شويه حلويات، على كربوهيدرات كتير، دهون ثلاثيه كتير، كل ده الجسم بيدي رد فعل بيه كفايه يا ابوس ايدك ارحمني ابراهيم ارحمني. طبعا بيعمل مشاكل في الهضم وحاجات كده مالناش دعوه بيها دلوقتي، احنا نتكلم اكتر عن الشكل العام. وعلى فكرة العك ده بيجي مع الشعر بيقع بكمية اكبر من الطبيعي، وبيبقى اصلا كأنك اكلت هوا، يعني ما بيبقاش فيه نيوتريشنز وعناصر غذائية ومعادن والحاجات اللي جسمك محتاجها كاملة، فانت حرفيا بتاخد سعرات على الفاضي، فالموضوع ممكن يوصل لانيميا وحاجات كده. احنا دخلنا في موضوع ملوش علاقة بحبوب الظهر، فانا يعني قلت اجيبها في السكة يعني. المهم 4، لو انت بتشيلي الشعر من جسمك لو ما استخدمتيش مرطب بعدها، اولا هيطلع لك جلد وزة، ثانيا هيطلع حبوب تحت الجلد وحبوب عادية، والجسمك هيتبهدل خالص. ايا كانت الطريقة اللي هتستخدمي فيها ازالة الشعر مش هتفرق. اخر واغرب سبب هو ان انت ممكن تنام من غير هدوم. الموضوع ده بيعمل حبوب في الجسم، ان انت لو بتعرق وانت نايم الملاية بتاخد كمية العرق وبيتلم برضو بكتيريا وحاجات من الرطوبه اللي بتنزل عليها، فانا عارفه ان الجو حر بس ما ينفعش. لا، الكريمات اللازمه علشان تتخلص من الحبوب اللي بتطلع في الجسم دي عندك الفيوسيدين، استخدمه كل يوم بعد الشاور. بس كده خلصنا، وحبي نفسك زي ما انتي ان انتي مميزه.